أهلا بكم من جديد، أنا طوني خليفة أحييكم وننطلق بحلقة الليلة من استوديو العرب. بعد سنتين على تعليقه العمل السياسي كثرت التنبؤات بشأن عودة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق في لبنان، وانقسمت الآراء بين عودة كسابقاتها للمشاركة في ذكرى اغتيال والده 19 أو بين عودة للغوص في دهاليز السياسة مجددا وإنهاء صمته السياسي. هناك من يعتقد أن زيارة الحريري هذا العام ستكون مختلفة، ليس فقط بسبب الأوضاع الاستثنائية في المنطقة، ولكن أيضا بسبب الشعار الذي أطلق على فعاليات ذكرى اغتيال الحريري تحت عنوان تعو ننزل ليرجع، بالإضافة إلى الحديث عن تليين السعودية موقفها من الحريري. فهل هذه الزيارة مجرد ضجة إعلامية أم أنها مقدمة لإنهاء الاعتكاف السياسي، خصوصا أن الرئيس بري وبخلال أحاديث مع بعض الصحفيين قال إن الحريري هو الفائز الأكبر من اعتكافه السياسة، ودعاه إلى العودة إلى لبنان لممارسة عمله السياسي لأن لبنان بحاجة له. من بيروت عبد السلام موسى المنسق العام للإعلام في تيار المستقبل، أهلا بك أستاذ عبد السلام. ونبدأ السؤال، العنوان الذي تضعه أنت اللي أنت ابن البيت، ابن بيت المستقبل وتيار المستقبل والمقرب من الرئيس الحريري، وأعتقد أنك من الأشخاص القلائل اللي بعدهم على تواصل دائم معه. عودة الحريري إلى لبنان، أي عنوان تعطي لها؟ عودة الرئيس سعد الحريري اليوم إلى بيروت هي لإحياء الذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وهي تأتي تحت سقف تعليق العمل السياسي. اليوم هناك جو بالبلد حكيت عنه أستاذ توني، عبر عنه دولة الرئيس نبيه بري، وعبر عنه كتار بالبلد من خصوم للرئيس سعد الحريري عن فقدان البلد لقيمة ودور الرئيس سعد الحريري بالحياة الوطنية وبالمعادلة الوطنية بظل الفراغ الكبير اللي خلفه قرار تعليق العمل السياسي التقليدي. يعني بس نقول تقليدي نحن منقول عدم المشاركة بمجلس النواب وفي الحكومة، لكن تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري لم يعلق في أي لحظة من اللحظات عمله مع الناس وبقاؤه على التواصل مع الناس والعمل التنظيمي والعمل الخيري والعمل الإنساني. وبالتالي اليوم هناك محطة هي ذكرى 14 شباط، هي ذكرى أليمة وهي ذكرى عزيزة على قلب الرئيس سعد الحريري وعلى قلب جمهوره وعلى قلب كل اللبنانيين اللي شافوا اغتيال البلد ب 14 شباط، وشافوا أنه ما بعد 14 شباط 2005 كيف تدحرجت البلاد إلى جهنم، ولو قدر للبعض أنه يأخذنا إلى ما بعد جهنم كمان ما كان أثر. وشافوا بالمقابل أنه هناك شخص اسمه الرئيس سعد الحريري، نعم، حاول خلال 19 سنة الماضية و17 سنة خلال ممارسة العمل السياسي المباشر، حاول مد الإيد، حاول القيام بالعديد من المبادرات، خاض في العديد من التسويات من أجل البلد، أنجز مؤتمر صادر لمنع الانهيار عن البلد، كان أول من تلقى إرادة الناس بثورة 17 تشرين. عبد السلام، كي ندخل في الموضوع مباشرة، اليوم الرئيس حريري سيعود إلى بيروت في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. عادة بيروح وبيرجع من أجل هذه الزيارة فقط، ولكن اليوم هناك كلام إن هناك تحضيرات كبيرة في بيروت لمظاهرات، لوفود، لاستقبال بأعداد كبيرة، بنوع من المظاهرات المطالبة بعودته نهائيا إلى لبنان واستئناف العمل السياسي عبر تياره الكبير تيار المستقبل. هل هذا الكلام صحيح أو هو مجرد ضوضاء إعلامية؟ يعني راح نشوف بكرة صحيح مظاهرات مليونية أو بمئات الألاف أمام قصر الرئيس الحريري يطالبونه بالعودة، أو ستمر مرور الكرام كما في كل سنة؟
أولا شفنا هذا المشهد في السنة الماضية، شفنا مشهدية مدوية بصمت الرئيس سعد الحريري وبقول الناس كلمتها عن زعامة الرئيس سعد الحريري الوطني. أما اليوم فالصحيح أن الرئيس سعد الحريري سيكون في بيروت بين جمهوره ب14 شباط على الضريح، وسيكون في بيت الوسط، وبيت الوسط سيكون مفتوح لكل الناس التي أطلقت في كل المناطق اللبنانية حراك لمطالبة الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى الحياة السياسية، تعبير عن الاشتياق له ولحضوره، وتعبير عن الحاجة لدوره بما يشكل من ثقة ومن ضمانة للنهوض بالبلد من أول. نعم عبد السلام، هناك اليوم الكثيرون يقولون، يعني اليوم في كتار بيقولوا الرئيس الحريري لم يعتكف، إنما أجبر على الاعتكاف، أجبر على الخروج من الحياة السياسية، وحتى راحوا أبعد من ذلك، أجبر على الخروج من لبنان ومن بيروت. وبنعرف نحن اليوم إنه كيف بدأت الأمور، بدأت بخلاف الرئيس الحريري مع المملكة العربية السعودية، أقفلت كل الأبواب في وجهه، أقفل الدعم، وكان شرط أساسي بابتعاد الحريري عن الحياة السياسية في لبنان. هل اليوم الأمور عادت إلى طبيعتها بين الحريري وبين السعودية؟ هل اليوم السعودية مثل ما بنقول أبت باط لعودة الحريري إلى العمل السياسي في لبنان، خصوصا بس بدي منك تركز على هاي الجملة، في تسريبات تقول إنه المملكة العربية السعودية تحديدا تقول إذا كانت مبادرة السلام الآتية، يعني اليوم يحكى عن مبادرة سلام جاية على المنطقة وعلى لبنان تحديدا له دور فيها، إذا كانت هذه المبادرة تقتضي عودة الحريري إلى العمل السياسي فليعد. هل هذا الكلام صحيح؟ وقديش صحته؟ وقديه فينا نحكي أنه مظبوط هذه هي الطريق أو لا؟ أولا أنا لا أتبنى كل هذه الضوضاء الإعلامية إذا بدي أحطها، أنا فقط ألتزم وأتبنى ما قاله الرئيس سعد الحريري بخطاب تعليق العمل السياسي، لما قال أنه ربط هذا القرار بحيثيات وأنه منه شايف أي فرصة إيجابية لإنقاذ البلد بظل الجو الإقليمي الحاصل والتخبط الدولي والتخبط الإقليمي والنفوذ الإيراني بلبنان، وذكر العديد من الحيثيات. اليوم كلنا نعرف أنه هناك متغيرات حصلت بالسنتين الماضيتين بعد تعليق الرئيس سعد الحريري لعمله السياسي، متغيرات صارت بالمنطقة على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية، على صعيد إعادة ترتيب البيت العربي، على صعيد تداعيات حرب غزة. طيب أين هذه العلاقات من سعد الحريري تحديدا؟ هذه العلاقات من سعد الحريري تحديدا، السعودية اليوم أين هي من سعد الحريري تحديدا؟ أستاذ توني، الرئيس سعد الحريري علق العمل السياسي وابتعد عنه بلحظة ابتعاد المشروع العربي عن البلد. كان كلنا بنذكر في السنوات الماضية كان هناك نقي عربي عن لبنان نتيجة سياسات قام بها حزب الله، وضربت علاقات لبنان بأشقائه العرب وأفقدت البلد مناعته العربية بشكل أساسي. اليوم نحن قدام هذه المتغيرات التي يستبشر الناس منها خيرا بموضوع عودة الرئيس سعد الحريري. أما كل كلام آخر عن علاقة الرئيس سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية، فنحن في تيار المستقبل علاقة الرئيس سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية هي أكبر من كل قيل وقال، والرئيس سعد الحريري هو ابن المملكة العربية السعودية، والعلاقة مع المملكة العربية السعودية هي من أغلى الأمانات اللي تركها الرئيس الشهيد رفيق الحريري للرئيس الحريري ولنا كتيار، وهذه العلاقة أشدد أنها أكبر من كل القيل والقال، وهي علاقة وفاء والتزام وعلاقة عروبة نحن مستمرين فيها لآخر نفس. من حوالي أي كلام آخر، أي كلام آخر لا يعبر عن حقيقة هذه العلاقة، وهو يدخل بإطار التشويش وبإطار الضوضاء الإعلامية اللي قلت عنها بأول. من حوالي يومين يمكن
الوزير ملحم رياشي مع النائب وائل أبو فعور زاروا المملكة العربية السعودية واجتمعوا ببعض القيادات السعودية للاطلاع عن آخر الأجواء والمواقف بين السعودية وما يجري في لبنان. هل تسرب لكم بعض ما حصل في هذه اللقاءات أو بعض وجهات النظر السعودية اللي حملها معه ملحم رياشي ووائل أبو فعور؟ هل لديك أي معلومات؟ هذا الموضوع بدك تسأل عنه الوزير ملحم رياشي والوزير وائل أبو فعور. أنتوا تسرب لكم بعض ما حصل في تلك الاجتماعات؟ نحن ما يعنينا هو التحضير لذكرى 14 شباط. ما يعنينا هو مواكبة حراك الناس، وهذا حق الناس علينا اللي وقفوا معنا بكل الاستحقاقات وكانوا مع لا يعنيكم الشهيد رفيق الحريري وعبد السلام الحريري على الحلو. عبد السلام، لا يعنيكم انتخاب رئيس جمهورية للبنان؟ لا يعنيكم انتخاب رئيس جمهورية للبنان؟ بالعكس، نحن قدمنا ودفعنا كثير من رصيدنا السياسي والشعبي لإنهاء الفراغ الرئاسي بال 2016. لا اليوم أنا عم بحكي اليوم، لا يعنيكم انتخاب رئيس طبعا جمهورية؟ هذا الأمر يعنينا عندما نعود إلى العمل السياسي المباشر. نحن اليوم ما زلنا تحت تعليق العمل السياسي، وأي جديد هو ينتظر قرار الرئيس سعد الحريري. وزيارة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت هي لإحياء ذكرى 14، أما مدة بقائه فيها وبرنامج لقاءاته وأي قرار جديد هو ملك الرئيس سعد الحريري. يعني لا ننتظر من الرئيس الحريري مفاجأة من بيروت يعلن فيها عودته أو يعلن فيها عودته إلى الحياة السياسية وإلى إعادة جمع الشمل بين حلفائه وبين أبنائه في تيار المستقبل اللي فرقتهم، يعني تفرقوا اليوم في قيادات وصقور في تيار المستقبل اليوم تفرقوا. اللي بقدر اقول لك اياه انه كل شيء بوقته حلو، وهذا الامر قراره عند الرئيس سعد الحريري وان شاء الله خير. انت ما عندك ولا اي تصور؟ انا ما فيي احكي عن الرئيس سعد الحريري او استبق مجيئه الى بيروت. انت اي متى اخر مره حكيت للرئيس؟ اي متى اخر مره حكيته؟ هذا قرار ملك، هذه الامور بيننا وبين الرئيس سعد الحريري. لا انه اخر اي متى تواصلت انت وياه؟ يعني شو تواصل مع العدو؟ يعني شو تواصل مع العدو؟ انت مسؤول بتيار المستقبل. التواصل دائم. اخر مره اي متى حكيتوا فيها يا استاذ توني؟ التواصل دائم ضمن امور متابعه امور التيار وشغلنا. سؤال بسيط، اخر مره بما يتعلق بذكرى 14 شباط، انا اعطيتك الإطار اللي بده يرجع فيه الرئيس سعد الحريري وموضوع بقائه وموضوع لقاءاته، وما في شيء أكتر من هيك. كل شيء بوقته حلو، ما بدنا نستبق الأمور. هذا الموضوع منه موضوع هل ممكن يستقبل الإعلامي أو موضوع نعم. بس سؤال، أسئلة عم تطرح، هل ممكن يستقبل حلفاء السابقين مثلا؟ يعني إذا دكتور سمير جعجع قرر يجي يزوره ويسلم عليه، هل رح يستقبله ولا لا برأيك؟ الرئيس سعد الحريري بعتقد أكثر من مد إيده، وبيت الوسط ما بيوم كان مسكر بوش حدا. أنت بعدك زعلان من القوات ولا رضيت عليهم؟ أنا مني زعلان من حدا، أنا معني من موقع الإعلامي بالتعبير عن موقف تيار المستقبل من أي قضية وتجاه أي طرف، وبالنهاية كل لحظة سياسية إلى حيثياتها ولكل مقام مقال، ونحن بنعتمد قاعدة بشغلنا. نعم. اللي بدق بابنا باسم جوابنا. إن شاء الله تكون عودة الرئيس الحريري مبشرة إلى لبنان، لأنه بالفعل في فراغ كبير هلأ، اللي بيحبوه اللي ما بيحبوه، اللي بيأيدوه ولا ما بيأيدوه. سعد الحريري كان عامل نوع من التوازن والاعتدال، لا سيما في الطائفة السنية في لبنان. غياب سعد الحريري وفريقه السياسي ترك فراغا كتير كبير. كان حاطين لائحة زيارات، ما بعرف إذا مزبوطة ولا لا، إنه بده يلتقي بسماحة المفتي، كان بده يلتقي بنجيب ميقاتي، كان بده يلتقي بالرئيس بري. هل هذه اللقاءات مزبوطة كما سربت في الإعلام ولا كمان تسريبات إعلامية؟ سيستوني، بس اللي قلته من شوي هو الأساس بالتركيز على عودة الرئيس سعد الحريري وعودة هذا الدور وعودة هذا الاعتدال، وتحديدا
بهذا الوقت. أما بالنسبة لما يسرب من هون وهونيك، أنت بتعرف أستاذ طوني أنه أيام ما كان الرئيس سعد الحريري بلبنان وبعز ممارسة العمل السياسي ولا اعتبارات أمنية وغير اعتبارات أمنية، برنامج اللقاءات يمكن بنعرف قبل بساعة أو بساعتين أو صباح اليوم اللي بدها تصير فيه. نعم. وبالتالي هناك كتير من الضخ الإعلامي حول هذا الموضوع. برجع بأكد لك أنه بقاء الرئيس سعد الحريري، مدة بقائه ببيروت وبرنامج لقاءاته هي ملكه ويعلن عنها في الوقت المناسب، وما حدا، ما في أي حدا عنده أي معلومات عنا هلأ قبل أسبوع من عودة الرئيس وإحياء ذكرى 14. عبد السلام موسى، المنسق العام للإعلام في تيار المستقبل، شكرا لك على إعطائنا هذا الوقت وأعطيتنا تقريبا تصور لزيارة أو عودة الرئيس الحريري إلى بيروت بعد غياب طويل. دام سنة يمكن آخر مرة كان فيها ببيروت، كمان بالذكرى السابقة ب 14 شباط الماضي، يعني سنة تقريبا على غيابه واعتكافه الكامل مرة جديدة عن السياسة. الكل ينتظر ما ستقول إليه زيارة سعد الحريري إلى بيروت قريبا، فلننتظر على أمل أن تكون هناك مواقف تصب في مصلحة لبنان والدولة اللبنانية. شكرا لك عبد السلام، شكرا لك. بعد الفاصل إن شاء الله المشهد بيكتمل بعودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت. المشهد بيكتمل، شكرا.